قطاع التربية بسبب سياسات العرجاء من طرف القائمين على قطاع التربية التي خلفت تدهورا رهيبا للقدرة الشرائية من جهة، وكرست تهميشا وإقصاء عاما لأضعف هيئتين بقطاع التربية من جهة أخرى. النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وبصفتها ممثلة شرعية تثمن قرار سيد رئيس الجمهورية بترسيم الأساتذة المتعاقدين، وتتفاعل من خلال هذا القرار بأن الدور القادم سيكون لصالح فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين نعتبرهم شريان الحياة لقطاع التربية. وعليه اجتمع أعضاء المكتب الولائي للنظر في تسليط الضوء على طلبات العديدة والمتمثلة فيما يلي: أولا، إدماج وترسيم متعاقدين بإلغاء المواد 19-22 من الأمرية 03-06 من الوظيفة العمومية. ثانيا، رفع قيمة منحة الأداء التربوي إلى 40%. ثالثا، الزيادة العامة بالأجر وتحسين القدرة الشرائية. رابعا، إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية. خامسا، تثمين شهادات بالنسبة للعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن والإداريين. ولهذا تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية لولاية جلفة اليوم على الساعة 10 صباحا، ومن أجل العمال المهنيين. سلمية مطالبنا شرعية. الترسيم الإدماج. حرمتونا. يا رئيس، يا حكومة في إثنى رها مظلومة. يا رئيس يا حكومة في إثنى رها مظلومة. يا تبون يا رئيس العام الراهو تعيس. أنصفونا حقوقنا راهي مهضومة. أنصفونا حقوقنا راهي مهضومة.